السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه نخصصها لمناقشه ممارسات ميليشيا الحوثي في جبايه المواطنين عبر اختلاق العديد من المناسبات الطائفيه التي تخدم مشروعها في تطييف المجتمع ونهب ممتلكات الناس. الواضح أنه خلال السنوات الماضية من عمر الانقلاب عملت الميليشيا بكل الطرق غير المشروعة على إحداث نوع من التغيير الديموغرافي خصوصا في العاصمة صنعاء، بما يمكن مشروعها ويخدم أهدافها الطائفية. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقش في محورين: المساعي الحوثية لتطييف المجتمع وجباية المواطنين وأثر هذه الممارسات على حياة الناس في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. يحشدون الأطفال وأصحاب البطون الخاوية ليحدثونهم عن خرافاتهم وحقهم الإلهي المزعوم بالحكم. نحو 16 مناسبة طائفية وسياسية لا يعرفها اليمنيون من قبل تفرضها ميليشيا الحوثي عليهم للاحتفال بها على مدار السنة. أغلب هذه المناسبات استوردت من إيران التي تفرضها على أدواتها الشيعية في العراق وسوريا ولبنان ومؤخرا في اليمن. تنظر الميليشيا إلى هؤلاء بأنهم وقود لحربها الطائفية، وتحثهم على القتال والدفاع عن مشروعها، مستغلة كافة أساليب الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى. في الوقت الذي حرم موظفو الدولة من رواتبهم، وتوقفت جميع الخدمات عن المواطنين الذين باتوا يبحثون عنها لدى الأجهزة الموازية للحوثيين، تمول الميليشيا مهرجاناتها من المال العام، وتفرض الجبايات غير القانونية على التجار والعامة. لا تتوقف ميليشيا الحوثي من وراء مهرجاناتها عن بعث رسائل تهديد للحكومة والتحالف السعودي الإماراتي، إذ تعمد إلى التهديد بالتصعيد المستمر وخوض جولات جديدة من القتال. تتزامن هذه الاحتفالات الطائفية أيضاً مع عروض عسكرية بين الحين والآخر يحشد الحوثيون خلالها مقاتلين جدداً. خلال فترات الهدنة جنى الحوثيون مكاسب سياسية ومالية كبيرة، إذ تقول الحكومة إن الميليشيا حققت 187 مليون دولار من إيرادات الوقود التي دخلت ميناء الحديدة. تعزز إيران من نفوذها في المنطقة بعد سيطرة أدواتها على العاصمة صنعاء نهاية العام 2014، ويساعدها أيضا ضعف القوى التي تواجه مشروعها الطائفي، إذ عزز انحراف التحالف السعودي الإماراتي عن أهدافه من تعميق النفوذ الإيراني. إذن مرحبا بكم مجددا مشاهدينا، ونبدأ ضيفنا أو نقاشنا مع ضيفنا من إسطنبول. سينضم إلينا الباحث السياسي السيد زايد جابر. سيد زايد مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد زايد. إذن هناك 16 مناسبة طائفية يفرضها الحوثيون على السكان في مناطق سيطرتهم من أجل الجباية، لكن من الناحية الفكرية هل نجح الحوثيون في إقناع المجتمع في اليمن بهذه المناسبات؟ الحقيقة يعني بالنسبة للجباية، أنا أعتقد هذه المناسبات أهدافها أعمق من قضية الجباية. الجباية نعم، يأخذونها بمناسبة وبدون مناسبة، باسم الضرائب، باسم الزكاة، باسم القمص، باسم أي شيء آخر. نعم. لكن هذه المناسبات يعني هي محاولة يعني لفرض أفكار الجماعة وطموحاتها ومحاولة تبيئتها في المجتمع اليمني. هي طبعا تظهر مدى غربة هذه الجماعة عن المجتمع اليمني، لأنه لم يكن معتادا لمثل هذه المناسبات. هذه مناسبات طارئة عليه، غريبة عن يعني أهدافا ومضموناً وشخصيات لا يعرفها ولا تعنيه يعنيها الاحتفال بها. ولهذا يعني بالعكس، من أراد أن يعني يظهر ما مدى قرب هذه الجماعة من المجتمع فلينظر إلى هذه المناسبات. الاحتفالات التي تقيمها يعني المجتمعات هي ما تعبر عن ذاتيتها وعن تاريخها وعن يعني مواريثها، لكن هذه كلها يعني طبعا ذات أهداف طائفية، محاولة لربط الناس بشكل دائم لأنها متتالية كما نعلم، ومن مناسبة إلى أخرى. وهناك مناسبات تشترك بها جميع الجماعات الشيعية والتابعة لإيران، وهناك جماعة يعني مناسبات خاصة بالجماعة كما يفعلوا مع مقتل زيد، ووصولا حتى إلى موت حيازة، مناسبة موت بدر الدين الحوثي وحسين وغيرها.
يعني هي محاولة يعني لإظهار أنهم محور هذا محور الدين ومحور الحياة، وأن على اليمنيين أن يظلوا يتذكرون آباء هذه الأسرة وهذه السلالة منذ يعني الجد الأول وحتى وصولا إلى اليوم. نعم. طيب سيد زايد، يعني هنا لا شك أن هناك تغييرات كثيرة أحدثها الحوثيون في مناطق سيطرتهم. في المقابل نتساءل هنا، كيف تقرأ تفاعل المجتمع مع هذه التغييرات التي يعني وضعتها الجماعة أو صنعتها؟ طبعا يعني كما قلنا، هذه إحدى الوسائل التي تحاول الجماعة فرضها على المجتمع. أدخلوها في المناهج التعليمية، لديهم دورات، لديهم في العطل الرسمية، في الإعلام الرسمي، في الشوارع، في اللوحات، يعني في كل صبغ مجال الحياة بالكامل. لكن نحن نقول أولا، يعني هؤلاء جاءوا بعد نصف قرن من الجمهورية والثورة والتعليم، وفي ظل ثورة المعلومات، ولم يعودوا المصدر الوحيد لتلقي المعلومة كما كان يعني في عهد الإمامة السابق. ولهذا لا نستطيع أن نقول أن المجتمع يعني قد تأثر، أو خصوصا في ظل فشل هذه الجماعة في تقديم، بل يعني إمعانها في نهب الناس وفي إذلالهم وفي إفقارهم وفي تجهيلهم. ولهذا لا يمكن أن نحكم على الناس الواقعين، حتى الذين يضطرون أحيانا للخروج لأنهم يعني يساومونهم حتى بدبة الغاز وما إلى ذلك، أو ليدفعوا شرهم. لكن لا نستطيع أن نحكم على من تحت سيطرة هذه الجماعة في المناطق التي يسيطرون عليها أنهم قد وقعوا تحت تأثير الجماعة واقتنعوا بها. لكن ذلك لا يعني أن ليس هناك أي خطورة. الخطورة في اعتقادي أنها مع يعني الجيل الجديد، الجيل الذي لا يفهم بهذه الأشياء، الأطفال الذين يذهبون إلى المدارس سيجدون أمامهم منهجا طائفيا سلاليا وفي طابور الصباح، ثم بعد ذلك يستغلون فقر هؤلاء والزج بهم في دورات خاصة. ما من شك أن هناك من يعني سيتأثر وسيتم غسل دماغهم، بل سيتم نقش دماغهم بما يريدون، لأنهم أطفال لا زالوا على الفطرة، ليس لا يعني وليس هناك ثقافة يواجهون بها هذا الفكر. ولو استطاعوا الحوثيين، وقد استطاعوا للأسف الخروج ببضعة آلاف بعشرات الآلاف كل عام من هذه المناسبات ومن هذا الحشد الكبير الذين يعني سخروا لكل الإمكانيات، هذا خطر كبير لا شك على اليمن وعلى مستقبله. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيد زايد، وأذهب لي الترحيب بضيفتنا. ستنضم إلينا الباحثة في الشأن الإيراني، ستنضم إلينا من هولندا سيدة أمل عالم، وأرحب بها. سيدة أمل مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيدة أمل. نتساءل هنا، هل نجح الحوثيون فعلا في تطييف المجتمع في مناطق سيطرتهم في اليمن؟ يمكن القول أنه هناك بدرة طائفية في طور النمو داخل المجتمع اليمني، لكن أيضا من المبكر الحكم أن الحوثيين فعلا نجحوا في تطييف المجتمع اليمني في مناطق سيطرتهم. في الحقيقة الطائفية تحتاج إلى إيمان ديني وعقائدي خالص في البداية، ومنه بعد ذلك تنطلق الأفكار السياسية، بمعنى أنه يجب في البداية توفر القاعدة الدينية الأيديولوجية، وبعد ذلك يأتي التوجه السياسي حتى تتكون الطائفية يعني وتظهر بشكل ناضج في المجتمع، وتحدث بعد ذلك التبعيات لهذه الطائفية. أما ما حصل في اليمن هو العكس، هناك توجهات سياسية ومصالح هي دفعت باتجاه تبني معتقدات هي دخيلة على المجتمع اليمني، لكن كنوع من أنواع إظهار التضامن مع جماعات معينة في المنطقة، وبالتالي استثمار الحوثيين لها في إثبات ولائهم للمشروع الإيراني في المنطقة. ربما تكون هناك شريحة صغيرة تعتنق هذه المعتقدات عن قناعة، لكنها صغيرة جدا، لا يعني تكاد لا تذكر. لذلك على الأرجح أنه من المبكر جدا الحكم على أن المجتمع اليمني أصبح طائفيا، أو أن الحوثيين نجحوا في تطييف المجتمع اليمني. نعم، لكن الواضح سيدة أمل يعني أن هناك تغيير ديموغرافي كبير وواضح حصل في العاصمة صنعاء. هذا التغيير كيف سينعكس على مستقبل الحرب والسلام في اليمن ومستقبل الحركة الحوثية أيضا؟ في الحقيقة هذا التغيير الديمقراطي الحاصل يعني هو يؤشر إلى أهمية اليمن في
المشروع الإيراني الإقليمي، التوجهات الإيرانية في المنطقة. يعني أصبحت إيران تعتمد على اليمن بشكل أساسي في أجندتها في مشروعها في المنطقة، لذلك هي تؤسس إلى خطط كيف تستفيد منه بشكل أكبر منفعة في المستقبل، ويأتي التغيير الديمقراطي في هذا الإطار، يعني إيجاد انقسامات مدعومة بشكل جغرافي تدعم المشروع الإيراني في المنطقة. نعم، إذا تكرمي بالبقاء معي وأعود لضيف الباحث السياسي زايد جابر. ويعني نتساءل هنا سيد جابر، ما الذي يجعل التجار في مناطق سيطرة الميليشيا وأيضا الناس يجعلهم باقون في مناطق سيطرة هذه الجماعة رغم ما تمارسه عليهم من جبايات ومضايقات مستمرة؟ يعني هناك تجار قدموا أموال طائلة من رؤوس أموالهم إلى هذه الجماعة، سواء كان يعني برضاهم أو غصبا عنهم. طبعا يعني في الأخير أنت أمام شعب، وخصوصا أن المناطق التي تسيطر عليها هذه الميليشيا هي مناطق الثقل السكاني، يعني من الصعب أين سيذهب الناس إذا كان قد أتيحت فرصة لبعض الناس للخروج والهرب، لكن يعني خارج البلاد، لكن من الصعب على بقية الناس وعلى التجار أيضا. بعض التجار وأصحاب رؤوس الأموال رأس مالهم موجود يعني داخل العاصمة، داخل المناطق هذه، وبالتالي هم يحاولون أن يدرؤوا عن أنفسهم يعني ويتجنبوا شر هذه الجماعة، لكن مع ذلك يعني عسى أن يأتي الفرج. ومع ذلك هذه الجماعة لا يرحمون أحد، يعني بعضهم نبشت لهم سجلات من قبل 30 و40 عاما، لا يتورعون بأخذ المال بأي وسيلة بهمجية، ويعني الجميع في هذه المناطق يعني واقع تحت سطوة هذه الجماعة المنفلتة بالسلاح، يعني لا قانون يحكمها ولا ضمير يردعها ولا حتى تدين، يعني حتى ممكن أن يقول الناس أنهم يعني هي في الأخير تستخدمها كشعارات، لكن الممارسات العملية مرعبة، والقصص التي تأتي من هذه المناطق تجيب لها الرؤوس، لكن يعني الناس معذورين. وإن كان هناك حتى بعض الذين تم استقطابهم منذ فترة من التجار ومن غيرهم وممن كانوا يظنون أنه يمكن أن يكون لهم مكان مع هذه الجماعة الإرهابية عند دخولهم إلى صنعاء، وقدموا لها الدعم يعني على هذا الأساس بانتهازية واضحة، لكن في الأخير وبعد يعني أنا سنوات من هذا الانقلاب، يعني معظم الذين قدموا خدمات لوجستية لهذه الجماعة وطبلوا لها سواء كانوا تجارا أو مثقفين أو مشايخ قبائل، يعني جزتهم جزاء تنمار. هذه الجماعة لا تقبل، هذه الجماعة تقوم على أساس الصفاء والتميز العرقي، فأي شخص خصوصا من غير الهاشميين يعني مهما عمل ومهما قدم يعني كل مجال أن يكون يعني شيعيا لآل البيت وأن يخدم أسياده كما يقولون، والجميع يسعى تحت هذه النظرية العنصرية السلالية أن يكون له نصيب من نظرية التفضيل. لا يعني، وأنا لاحظت أن بعض ممن يخدمون هذه الجماعة من غير الهاشميين يحاولون أن يجعلوا التفضيل لعبد الملك الحوثي فقط أو لأسرته حتى، وليس لكل الهاشميين، لكن البقية يرفضون ذلك. فالإرث السلالي والعنصري الذي يستند إليه هو يتكلم عن العرق، وبالتالي في كل منطقة يعني المشرف والمسؤول والكذا من هو مرتبط سلاليا ويعني وخاصة إذا كان من صعدة فهو صاحب الحق بكل شيء، والبقية نعم ليسوا إلا مجرد عبيد وخدم لهذه الجماعة. نعم، إذن ابقى معي وهنا أذهب للسيدة أمل العالم. يعني هذه المناسبات سيدة أمل التي يخترقها الحوثيون لجباية الناس، هل لها علاقة بالتراث أو الفكر الإيراني أم هي خصوصية حوثية لها أغراض اقتصادية فقط؟ أغلب هذه المناسبات هي لها علاقة بالموروث الديني في المذهب الشيعي الاثنى عشري. نعم. لكن هناك اختلاف في أسلوب التعامل الحوثي مع هذه المناسبات وفي يعني تعامل بقية الجماعات في الدول الأخرى التي تعتنق هذه المعتقدات. يعني الحوثيين ينتهزوا هذه المناسبات ليفرضوا بالقوة وبالبطش
يعني سلب المواطنين أموالهم، حتى وإن كانوا هم لا يريدون دفع هذه الأموال ولا ينتمون لهذه المعتقدات، ولا يوجد أي شيء إنهم يجعلهم يتقربون بأموالهم لهذه المعتقدات. ربما في المناطق الأخرى في المنطقة التي يعتقد أبناؤها بهذه المعتقدات أو ينتمون إلى هذه المذاهب، هم قد يدفعون هذه الأموال ولكن يدفعونها حبا كنوع من إظهار الإخلاص الديني أو نوع من التقرب لهذه المعتقدات. أما الموضوع مع الحوثيين هو مختلف تماما، هو فعلا فرصة فقط لابتزاز الناس وأخذ أموالهم منهم بالقوة. نعم. طيب سيدة أمل، هنا نقطة أخيرة فيما يتعلق باستمرار هذه الحالة في اليمن، يعني إذا قلنا لسنوات طويلة، هل تعتقدين بأن المجتمع اليمني قابل للتأقلم مع هذه الحالة وهذا الواقع، وبالتالي سنشهد قبول بهذه الأفكار وتصبح يعني جزء متأصل في المجتمع؟ يعني المؤشرات والدلائل الموجودة في اليوم في المجتمع اليمني هي تشير إلى رفض الأغلبية في المجتمع اليمني لهذه الممارسات، لوجود هذا النوع من الطقوس الدينية التي تجر أيضا إلى نوع من أنواع الاختلافات والمذهبية الطائفية في المجتمع. لكن يبقى الخوف فعلا من وجود جيل حديث هو يلد في ظل وجود هذه المعتقدات. طبعا الأغلبية الآن هي رافضة ولكنها أيضا سامتة، لا تستطيع إظهار رفضها ومقاومتها بشكل واضح وصريح، وربما أيضا يعني يمتنعون عن التعريف للأجيال الجديدة للأطفال بصحة ويعني ومدى الخرافات في هذه المعتقدات، وإنها لا تنتمي لنا كمجتمع وكدين وكعادات أيضا. هذا الصمت هو الأمر المخيف الذي قد يتربى أطفال في ظل هذا الصمت وعدم القدرة على الرفض بشكل صريح. ربما في يعني قد يسكت أهل الحق عن الباطل حتى يظن أهل الباطل أنهم على حق. يعني في يوم ما قد نجد أنفسنا فعلا وقعنا فريسة للطائفية في مجتمعنا لإهمالنا فعلا الأطفال الذين ينشؤون في ظل هذه المعتقدات والتي يفرضها عليهم الحوثيون بالقوة. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيدة أمل عالم باحثة في الشأن الإيراني، كنت معنا من هولندا. وأعود لضيفي السيد زايد جابر الباحث السياسي، ونتساءل هنا من الناحية الفكرية وأيضا الثقافية، ألا ترى أن الشرعية فشلت في مواجهة الحوثي مثلما فشلت من الناحية السياسية والعسكرية أيضا؟ طبعا الفشل يجر بعضه. يعني الحقيقة هذه يعني أقصد الحركة الحوثية ما تقوم به اليوم هو نتيجة سيطرتها عسكريا على هذه المنطقة. توقف يعني عمليات التحرير وتوقف يعني محاربة الحركة الحوثية واستعادة الشرعية والدولة يعني جر نفسه على بقية يعني شؤون المناطق الشرعية، وحتى انعكس على الناس داخل مناطق سيطرة الحوثي. يعني حين كانت المواجهة للحوثي على أشدها وكان الأمل كبيرا بأن يعني هناك توجه جاد نحو إسقاط الحوثي، ووجدنا ليس فقط رفضا لمثل هذه المناسبات وإنما انتفاضات في أكثر من مديرية وأكثر من مكان، بل ويعني تم يعني سيطرة بداية عاصفة الحزب، كثير من المديريات سقطت خلال ساعات وأيام وسيطر عليها لها ومنتظرين القضاء على الحركة الحوثية. لا شك يعني في الأخير يعني تضارب الأجندة لدى خصوم، أنا أقول خصوم الحركة الحوثية، هذا يعني يجعل الحركة يعني تتوسع بأفكارها وتشتغل على رواق وعلى هدوء، في حين أن خصومها مشغولين ببعضهم البعض، وربما أصبح يعني قضية مواجهة الحركة الحوثية فكريا ويعني فضلا عن سياسي وغيرها مجرد جهود فردية مبعثرة وليست ضمن خطة واضحة لمواجهة هذا الفكر الجاذب عن المجتمع.
نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر الباحث السياسي زايد جابر، كنت معنا من اسطنبول. والشكر أيضا لضيفتنا الباحثة في الشأن الإيراني السيدة أمل عالم، كانت معنا من هولندا. وبهذا القد نكتفي، نصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أيضا أشكركم أنتم مشاهدين على حسن الإصغاء والمتابعة. تقبلوا تحياتي وتحيات معد ومنتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.